السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أجمل جمهور في الدنيا؟ النهاردة رجعنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة احنا رجعنا يا جماعة للمنتسبين، ان شاء الله أول فيديو للناس المنتسبة في القناة، وطبعا برحب بكل الناس المنتسبة، وأنا آسفة جدا على التأخير اللي حصل ده كله، المفروض كنت نزلت من بدري الفيديوهات دي، بس معلش. احنا النهاردة يا جماعة بالنسبة للناس المنتسبة، دلوقتي في كذا سؤال بيدور في دماغ الناس اللي منتسبة والناس اللي عايزة تنتسب. ايه الميزة اللي هاخدها زيادة، وايه اللي انت هتعمله لي زيادة يا مريم بالنسبة للانتساب او مفيش انتساب؟ طيب الزيادة ان انا همشي معاكي واحدة واحدة ومن الصفر. الزيادة انك هتبقى معاكي رقم تليفوني المباشر، وهتاخدي مثلا الكورساج عم انا اديتهولك اهو او انا رسمته، هتابعك من عن طريق الواتساب، عن طريق الماسنجر، كل الحاجات دي هفضل متابعاكي منها، ان شاء الله اتصالات كمان، وهكلمك واقولك عملتي ايه، اشتغلتي ده كده صح ولا لا. منتسبة في اي مستوى من المستويات، هتتعاملي منتسبة في اي يعني في كل مستويات واحد بالنسبة لي، بس هي الفكرة انك هتبقي ايه منتسبة حاجة، هتبقي اكتر ميزة شوية انك هتبقى متابعاكي على طول، هتبقى في متابعة على طول، وكمان هيبقى في حاجة تانية، هيبقى في ميزة ان احنا نبتدي من الصفر. يعني ايه الصفر؟ يعني هنبتدي الاول باخذ المقاسات. بصوا يا جماعه، هو تفصيل او تعليم الخطوه والتفصيل بيبتدي عموما من الصفر ازاي، حتى في الكتاب اللي انا سلمته للناس اول حاجه خالص بيبقى فيه اخذ المقاسات، بعد كده جدول المقاسات الحريمي، جدول المقاسات الاطفالي، بعد كده كورساج الحريمي، وبعدين باترون الاساسي، كورساج حاجه الكورساج اللي فيه البنس، وباترون الاساسي او باترون المسطح ده اللي مفهوش بنص خالص مفهوش اي حاجه وده سيمبل وبتشتغلي عادي، والكورساج الحريمي تمام، وبعدين بتاخدي الاطفالي، وبعدين بتاخدي بطرون الجيبه، وبعدين بتاخدي بطرون البنطلون، وبعدين بتاخدي بطرون الكم بتاع الشغل ده كله. طيب بعد كده يا مريم ايه اللي بناخده تاني؟ اللي بناخده التعديلات على الكورساج، مع التعديلات على بطرون الجيبه، مع تعديلات على بطرون البنطلون، على تعديلات بطرون الكم، كم لي كذا نوع مش نوع واحد بس. طيب دلوقتي انا مش منتسبه وحابه انتسب، ايه الميزات اللي انا هاخدها لما انتسب؟ الميزات زي ما اتفقنا ان احنا هيبقى في متابعه دايما، مع المتابعه الدائمه ان انا انت لو اي سؤال طرح في بالك كده هنعمله فيديو. طيب ده اول حاجه. تاني حاجه ان احنا هنشتغل على قماش، هننزل نجيب مخصوص قماش وهنشتغل على المكنه، وهنحاول على قد ما نقدر نخفف الدروس، نخففها. غير كده ان الكتاب هيبقى معاكي مباشرة. يعني ايه الكتاب هيبقى معاكي؟ يعني انا بشتغل النهاردة اهو، بصوا يا جماعة انا دلوقتي بشتغل اهو كيفية اخذ المقاسات، بصوا انا مش عارفة واضح ولا لأ، كيفية انا تاني مع بعض. ده الكتاب اللي احنا هنستلمه بإذن الله زي ما اتفقنا. بصوا ادي انا عايزة بس اوضح لكم الجملة، كيفية اخذ المقاسات او طريقة اخذ المقاسات. احنا ده بنبتدي، انا هبتدي معاكي بنفس الطريقة دي. بصوا الكتاب اوله ايه، ده اول الكتاب اهو، اول الكتاب اهو تمام، وبعدين ادي هي الطرق والتحديدات اللي احنا هنحددها دلوقتي مع بعضينا، وايه الاماكن اللي هناخد مقاساتها، وهنبتدي دلوقتي الدرس حالا على طول. هي دي الطريقه اللي احنا هنبتدي بيها باذن الله، وهنبتدي من الصفر زي ما اتفقنا. طيب نبتدي بقى في كيفيه اخذ المقاسات على الماريكان. اول حاجه خالص دي الزبونه اللي انت هتاخدي لها المقاس تمام. الزبونه دي اولا بصوا بقى، اول بدايه خالص كده لازم تقولي لها تقفي مظبوط. يعني ايه تقفي مظبوط؟ يعني ما تبقيش مع، يعني ما تقفش ايه مثلا مقدمه رجل ومؤخره رجل مثلا، يعني كده او كده، اللي هي تبقى واقفه بالظبط زي وقفه الجيش بالظبط كده تمام. تمام وبعدين بتاخد لبس طبعا، مقاسات لبس خفيف، وطبعا ده حسب الزبونه اللي انت بتاخدي لها المقاس او حسب وانت طلبتي. بعد كده اول دوران خالص بناخده، بصوا بقى نجيب كده القلم الاحمر ده عشان نحدد بيه. اول دوران خالص بناخده هو دوران الصدر، فبنيجي من اول نقطه دوران الصدر كده. طيب انا باخد مقاسات بيا مريم اساسا، بصوا انا بحاول احدد اهو، او بصوا بنفس الطريقه دي كده، وبناخد اول حاجه دوران الصدر. دوران الصدر من هنا زي ما انا محدده اهو لقدام، بيبقى الدوران من اول قدام، يعني بنيجي بالمزوره نحطها من هنا كده على اعلى منطقه في الصدر، من اعلى منطقه في الصدر، وبنلف بيها داير ما يدور تمام. طيب طيب دلوقتي ايه نوع المزوره اللي احنا نستخدمها؟ ما تكونش مطاطه، يعني ما تكونش مقطوطه، يعني ما تكونش حاجه بتمط كده في ايدك، لا تكون مزوره بلاستيك تقدري تحطي عليها ما تمطش خالص، ما تزودلكيش في المقاسات. ده اول حاجه. يبقى دوران الصدر اول حاجه بناخده،
في اي تصميم حريمي هناخده، تمام؟ طيب وبعد دوران الصدر مباشرة هيقابلني دوران الوسط. بصوا انا هعملها من هنا، ده دوران الصدر اهو، فده دوران الوسط اهو، تمام؟ طب انا عايزة اعرف دوران الوسط اكتر، فبتخلي بتربطي قماشة هنا، الجزئية دي كده بتربطي قماشة وبتشديها عند البطن، ولما تشديها هتلاقي القماشة دي اتغرزت كده بنفس الشكل عاملاه. فالقماشة دي لما بتغرز يبقى ده هنا ايه، مكان الوسط، تمام؟ فاحنا بناخد بعد كده دوران الوسط بنفس الشكل اللي احنا عاملينه ده، تمام كده؟ تمام. وبعدين بناخد دوران الأرداف، وبعدين بناخد دوران الأرداف. طيب دلوقتي دوران الأرداف بنعرفه ازاي يا مريم؟ فرق ما بين دوران الأرداف ودوران الوسط هو طول الجنب. دوران الأرداف اللي هو أكبر حجم. طب ايه الفرق طول الجنب؟ بصوا يا جماعة دلوقتي الفرق ما بين الوسط وبين الأرداف أنا عايزة أعرفه يا مريم، فانتي لو ما تعرفي الوسط تلقائي هتعرفي الفرق ما بين الوسط والأرداف هو طول الجنب. بصوا ده طول الجنب اللي احنا بنشاور عليه ده، تمام؟ فطول الجنب ده عندنا بيبقى ثابت ما بين 18 28. طيب ليه الأرقام دي؟ ليه كده؟ 18 و28 دول، 18 ده بيبتدي من أول المقاسات اللي هي من أول small 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 large medium، من اول المقاسات البسيطة دي، وبعدين بتيجي تعلي، هتعلي بقى شوية هتلاقي ان المقاسات بعد كده زادت معاكي لعشرين، 22 23، 24، على حسب الطول بتاع اللي بتلسلها المقاس، تمام؟ او بتاخدلها المقاس. يعني في ممكن واحدة مثلا تكون تلبس 6 اكس لارج بس جنبها طول جنبها 18، طب هو ليه عمل معاها كده الفرق؟ ان هي قصيرة، صح؟ تمام. طيب دلوقتي احنا فهمنا النقطة دي. طيب دلوقتي بقى بعد طول الجنب ودوران الأرداف ودوران الوسط ودوران الصدر، في عندنا بقى نجيب كده بقى، بصوا ادي هي كده واقفة من الأمام، لا احنا نخليها تقف بقى في الخلف، تمام؟ ونيجي هنا عندي هنا في عرض الظهر، بصوا عرض الظهر ما بين عظمة الكتف دي وعظمة الكتف التانية، ده عرض الظهر بتاعي، ده عرض الظهر، بحطه كده بنفس الزوايا بتاعته، بصوا بنفس الزوايا كده، وباخد معاه حردة الرقبة. شفتوا عرض عرض الظهر بناخده ازاي؟ بناخد عرض الظهر من ورا، مش ملناش دعوه بقدام، تمام؟ فهو عرض الظهر بناخده هنا ما بين المقاسات دي، بناخده كده، تمام؟ ثانيه واحده، بصوا ده عرض الظهر اهو، انا كده خدت عرض الظهر. بعد ما خدت عرض الظهر باخد دوران الرقبه، دوران الرقبه بقى بناخده بنحط دوران المزوره من اول مزوره بنحطه هنا، تمام؟ وبنلفها. بصوا يا جماعه دلوقتي ده بعد ما لف عملت مثلا دوران المزوره، دوران حرده الرقبه. طيب انا دلوقتي مالي مش عايزه الف المزوره بتاعتي واعمل كده، وعايزه اجيب عن طريق عرض الظهر دوران الرقبه، ده هعرفه ازاي؟ ده هتعرفيه ان شاء الله لما نيجي نرسم الكورسيج. دي طريقه ان احنا ممكن ما ناخدش دوران الرقبه ونطلعه عن طريق عرض الظهر بس، تمام؟ تمام. طيب بعد ما خدت خلاص عرض الظهر ودوران الرقبه، في عندي بقى طول الكتف. بصوا بقى يا جماعه طول الكتف اهو، ده طول الكتف من اول النقطه دي، من اول نقطه الرقبه اهي لحد طول الكتف، لحد اخر حته هنا ساقطه اهي في الكتف، تمام؟ تمام. وبعد كده عندنا بقى طول الظهر، طول الظهر، طول الظهر ده منين لفين؟ طول الظهر من اول عظمه، بصوا من اول عظمه دي، من اول عظمه الرقبه اهي، اهي عظمه الرقبه اهي، من نهاية عظمه، من نهاية العظمة اهي، تاخدي. بصوا يا جماعة وده طول الظهر كده بناخده من اول عظمة الرقبة، تمام؟ من اول عظمة الرقبة، تمام؟ لحد الفقرة، تمام؟ ادي الفقرة اهي احنا حددناها، ايه ثانية واحدة بس عشان اجيبها بالظبط. طيب الطول الظهر اصلا بناخده منين لفين؟ من اول عظمة الرقبة، ثانية واحدة، لحد دوران الوسط. بصوا دوران الوسط اهو، طب انا عايزه بس انزله كده شويه، اهو دوران الوسط اهو، تمام كده؟ يبقى من اول الرقبه لحد دوران الوسط، ده طول الظهر. طيب نيجي بقى هنا للطول الامامي، الطول الظهر ده هيبقى هو نفس الطول بتاع الامام بالنسبه للحريمي؟ لا، يبقى في زياده جامده جدا. ليه هيبقى في زياده جامده جدا؟ لان هيبقى في هنا، بصوا يا جماعه بصوا الفرق اللي هيبقى فارق يعني معانا قوي، ان هيبقى فيه هنا زيادة في العلو بتاع دوران الصدر، شايفين العلو ده؟
شايفين العلو ده هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عالي، هيبقى فيه يعني هنا نازلة على طول، بصوا هنا نازلة على طول، هنا مفيش حاجة، اما هنا هيعدي تمام كده. في فرق اكيد، فهمت النقطة دي، ان هنا ما بناخدش بالطول ده ليه؟ لان الطول ده ما ينفعش معايا في الظهر. اما طيب يا مريم دلوقتي عايزة تزود، فريدي طلعت قصيرة من قدام، لا ما تخافيش هتبقى مظبوطة، لان هو بيبقى على اساسها كده تمام. طيب بعدين بناخد الطول كله، الطول من اول الكتف، طول من اول الكتف لحد الرجل، ده لو انت حابة تعمليها جلابية او عباية او حاجة دي. طيب لو انا عايزة اعمل جيبة بتاخدي من اول طول الوسط لحد طول الرجل، طول الرجل لحد الكعب كده، بص اهو لحد الكعب هنا كده، وبتاخديه طبعا عشان العروسة دي واقفة، المفروض ان هي تبقى ايه يعني كده، ثانية واحدة عايزة اظبطها بس كده، اهي تبقى كده نفس الشكل ده كده، ومن اول الطول ده لحد طول الوسط. ده لو هتعملي بنطلون، هتعملي جيبة، تعملي عباية، تعملي اي حاجة، من اول هنا لحد هنا تمام كده يا جماعة تمام. طيب دلوقتي انا عايزة اعمل بلوزة، منين لفين بقى الطول؟ الطول من اول الكتف لحد الوسط، اول الكتف لحد الارداف، على حسب البلوزة اللي انت هتعمليها وعلى حسب الموديل اللي انت هتعمليه. طيب وبعدين دوران الدراع بقى، فبناخد اسورة الدراع، الاسورة اول حاجة خالص، وبعدين بناخد الطول من اول عظمة الدراع لحد الدراع كله، او عظمة الدراع لحد الدراع كله كده تمام. كده المقاسات كلها معايا سهلة وبسيطة، وكمان برضو كاتباها هنا، يعني كاتبة كل خطوة خطوة بتاعتها. ان شاء الله يكون الفيديو سهل وبسيط للناس المنتسبة ومنورني، وان شاء الله بكرة هنعمل جدول المقاسات. طيب دلوقتي يا مريم انا عايزة استلم الكتاب، رقم تليفوني اهو هيظهر دلوقتي تاني عشان تقدري تدخليلي، وهتلاقي برضو الكلام اللي انا كتبته والكلام اللي انا قلته موجود في الكتاب في اول صفحتين، هما دول اول صفحتين موجود فيها الكتاب الكلام اللي احنا رصيناه دلوقتي كله تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. لايك.